استفدت منه حاجات كتير، يعني من ضمن اهمها ان انا بقيت لما بعرف امسك ما بمسك الخلاجي بلاقي كلام كتير عارفاه. استفدت ان هو يعني سليت وقتي في الاجازه، ان احنا بنتعود نقرا عليه ونعرف لغه جدنا ما نضيعهاش. يعني لما بنروح الكنيسه وكده ونحضر القداس والتسبيحه وكده نعرف ايه اللي بيتقال ومعنى الكلام اللي بيتقال، ونعرف نقول كمان مع ابونا مع شمامسه وكده. المهرجان عامة لما بنخش في الأنشطة ده بيجيبنا الكنيسة، بنتجمع أكتر، بنستفاد أكتر، سواء لو الإبتي بنتعلم إزاي نقرأ إبتي من خلال ألحان، نقرأ إبتي المحفوظات لما ساعة الأجبية مثلا نصلي فيها سواء رايحين أي مشوار. الدراسي بنتعرف على حاجات جديدة إحنا لسه ما كناش عارفينها. كان بيدينا معلومات كتير من الكتاب المقدس، إحنا ساعات كنا بنقرأ كده لكن بتبقى في شرح بيدينا معلومات أكتر، قيم روحية إحنا ما كناش بنبقى عارفينها يعني. لا هو الامتحان لذيذ بس دايما كل امتحان بيبقى فيه تكات كده يعني. انا دخلت محفوظات ودراسي ودخلت محفوظات وابتي والحان. الالحان استفدت منه ان انا في الاعياد مثلا في الايام العاديه ان انا ترد يعني اقول معاهم، وكمان في الابتي بيبقى فيه كلمات وسط القداس نحن بنعرفها منها. تعلمت ان زمان كان في الاوائل خالص الكنيسه كانت بتتكلم ابتي اللغه دي كانت هي التراث بتاع الاباء والاجداد بتوعنا زمان. بشترك مهرجان من سنه من ابتدائي. مهرجان امام بيفيدنا كتير، بيعرفنا كتير عن الكنيسه وعن كل حاجه في الطقس بتاعنا. اكيد استفدت ان هو كان في درس كتاب سفر عزرا يعني، والدراسي يعني بيراجعوا لنا او بيراجعوا لنا الحاجات اللي خدناها في درس الاحد واحنا صغيرين وبيضيفوا لنا معلومات جديده يعني. الدراسي احنا درسنا كتاب مقدس عهد قديم، لان هو كمان مش بندرسه كتير في العام يعني، بندرس عهد جديد اكتر. درسنا عهد قديم والعهد القديم يعني شبه صعب شويه، فاحنا بنحاول نستفاد منه على قد ما نقدر. محفوظات احنا بنحاول مش بس نقرا من الاجبية او من الكتاب المقدس، بنحاول ان احنا كمان نبقى حافظين، لان ده يعني حاجه مهمه بالنسبه لنا. كل واحد فينا حتى لو احنا في مواصلات او حاجه بنبقى محتاجين ان احنا نبقى حافظين الحاجات. الابتي انا بحبه كلغه قوي، بحسه بيعرفنا بالحاجات القديمه اللي كانت زمان. انا بحب الابتي جدا يعني، هو لغه حلوه وبستفاد منها في حياتي للالحان، بعرف ايه معاني الكلمات وبستفاد منه ان انا بتعرف على حاجات قديمه جدا، وبيفيدني في حياتي ان انا اعرف اتعامل ازاي في حياتي. استفدت في الالحان اللي انا ما كنتش بنزل فيها، فانا استفدت ان انا بحب الالحان جدا وبحب كمان محفظات. ابتي عشان اللي هو حلو كده، والكلمات حفظت كلمات كتيرة، عرفت كلمات كتيرة، بعرف لغتي الأجدادي الابتية. محفوظات برضو حلو، حفظت حاجة كويسة. الخدمة التالتة نص الليل بيعرفني أهمية مجيء التاني ليا وأكون مستعدة. في أنشطة كتير مثلا الدراسي بعرف حاجات من الكتاب المقدس، والابتي بعرف كتير عن الابتي. في حاجات مثلا انشطه تانية زي الابحاث والبرمجه تفيدني في حياتي عامه. شويه حاجات كده عن الكنيسه ما كنتش عارفها عرفتها. عزرا ما قريتوش قبل كده، قريته عرفت فيه شويه حاجات والاسماء كانت فظيعه.